لقاء هذا هذه الشخصية مع سماحة المرجع الأعلى هذا يعزز وينقل الحوار الديني، ينقل حوار الأديان إلى مناخه الأكثر جدية والأكثر فاعلية، لأن حينما تجد شخصية بلغ 85 من عمره يتواضع بهذا المستوى ويجوب مدن العالم بهدف رسالة ثانية ألا وهي السلام والتسامح وقبول الآخر وتخفيف المعاناة عن الناس، بكل تأكيد هذه الرسالة لها معاني رفيعة ترقى إلى مستوى تمظهرات أمير السلام السيد المسيح سلام الله عليه. هذه قضية يجب أن نفهمها فهما عميقا، وكل جهة وصلتها الرسالة عليها أن تقوم بدورها، خصوصا ما نعبر عنهم بأهل الحل والعقد. الآن المشهد السياسي في العراق، طبقة السياسية في العراق مطالبة، الشعب العراقي طالبها بضرورة أن تستثمر وأن يتم توظيف هذه الزيارة بما يحقق مصلحة الشعب العراقي. لكن هل نملك، هل العراق الآن يمتلك طبقة سياسية واعية إلى الحد الذي يمكن معه التعاطي مع هذه الزيارة ومع منجزات هذه الزيارة، خصوصا يوم غد بعد زيارته ولقائه سماحة المرجع الأعلى وتوجهه إلى أور، وتوجه بمجرد التوجه إلى أور إبراهيم سلام الله عليه هذا يعني أن العالم أجمع أو لنقل ثلاثة أرباع العالم يتابع باهتمام إعلاميين وسياسيين ومراقبين، هذا يعني أن العراق الآن في قلب الحدث أمام الرأي العام، ويحسب للعراقيين طريقة استقبالهم لقداسة البابا.